السلام عليكم بابي وصحابي متتبعي قناة جزيرة الحسون والكناري، كيف حالكم وكيف حال الطيور ديالكم مع الجو البارد؟ بلا شك أنكم تديروا أكثر من مجهودكم باش تحافظوا عليهم صحة جيدة. رغم هذا الشيء كله تتصابوا بعض الطيور بالأمراض، داك الشيء علاش اليوم جبت لكم هذا الدواء هذا. واللي يبغى يعرف الطريقة ديال استعمال ديالو وكيفاش يعالج الطير ديالو يتابع معنا الفيديو الاخر ديال يلا باش نشوفوا التفاصيل. يلا ومعايا اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على مرض الميغا بكتيريا والكوكسيديل. قبل ما نشرحوا العلاج خاصنا نعرفوا شنو هما الاسباب ديال هذا المرض هذا وشنو هو هذا المرض. ميغا بكتيريا هي اخمنج فطريه تتكون في المعده وتتقدر تنتقل، هي معديه تتنتقل من طير لطير. والاسباب ديالها والاكل ديال الحبوب اللي تتكون ملوثه معرضه للجراثيم معرضه للغبره معرضه يطيحوا فيها القطرات ديال الماء شي كله. داكشي علاش انا ديما تنصح باننا نشريو الحبوب اللي في الباكيه ديالهم ماشي هادوك اللي تتباعوا بالكيلو ونص كيلو تتشري من عند البائع معريين. ولا الا شريتي شي طير جديد ودخلتيه ديريكت على الطيور ديالك، هذه نصيحه مني ليكم ان الا شريتي شي طير خصك تحطو في واحد الغرفة ديال العزل على الأقل واحد الأسبوعين واحد جوج ديال السيمانات، شوفو كي داير شوفو كيفاش تيقضي الحاجة ديالو، واش عندو إسهال واش هو هداك واش مبورش واش، وعاد من بعد تدخلو على الطيور ديالك باش تتجنب إلا كان فيه شي مرض ما ينتقلش. أما المرض الثاني هو مرض الكوكسيديا، وهي عبارة على فطريات تتصيب الطيور تتسبب في النفش ديال الريش ديالو التسيف والظهور العرق الازرق العرق الزرق اللي تيظهر في الكرش ديال الطير، وتتجي من القله ديال النظافه ديال القفص ولا من الزياده ديال الرطوبه، تيكون شي بلاصه فيها الرطوبه بزاف ديما ميديتي وتتادي ان البراز ديال الطائر تيرجع قهوي بني ولا بني فيه شويه ديال الدم، حيت هاد الطفيليات تتصب المعده. ودابا نتكلموا على العلاج ان شاء الله. الدواء اللي تنقترحه عليكم هاد المره هو هاد الدواء هذا اللي تتشوفوا في يدي، اورميسين كوري، هو دواء اسباني صناعه اسبانيه. ما تتعرفوا الاغلبيه ديال الادويه تتكون صناعه اسبانيه. الدواء هذا هو من النوع الجديد اللي دابا رجعوا تيتعطاو للمربيين ورجعوا تيصنعوه بزاف هنايا في اسبانيا، هما ادويه مواد طبيعية 100%. دابا هاد الدواء هذا تيستعمل باش يقضي على ميغا بكتيريا وعلى الكوكسيديا. الوقت ديال الاستعمال ديالو هو 12 يوم، تتاخدو تديرو في المشربية ديال 30 مليلتر، تدير ما بين 4 ديال النقطات حتى 6 نقطات في اليوم. كل نهار خصك تبدل الماء. ولا إلا كان الطير ديالك مريض بزاف الحالة ديالو التالية تدير له قطره في الفم ديالو في المنقار ديالو قطره كل نهار لمده 4 ايام. من بعد عاد تبدا تدير له في المشربيه ديالو، عاد تبدا دير له في الماء 6 ديال القطرات لمده 12 يوم. انا جربته اللهم لك الحمد انه نفعني، كان عندي واحد المقنين واحد الحسون تبورش وجا الاسهال، دابا بديت له 4 ايام الحمد لله اللهم لك الحمد بدا تيتحرك هذا. ولكن العلاج ديال هذا العلاج بهذا الدواء هذا راه عنده شروط، ماشي غير تديروا له صافي. اولا خصك تهز الطير تبدل له القفز ديرو في قفز صغير، القفز تغطيه مزيان تخلي له غير الواجهه اللي معريه باش تبقى واحد درجه الحراره دافئه ما تبقاش فيه البرد. ثانيا واهم شيء هو انك فوق ما تبدل له الماء تبدل له المشربيه. يعني جيت انا اليوم درت له مشربيه ديال 30 مليلتر درت له فيها 6 ديال النقط، هانتوما غادي تشوفوا معايا كما تلاحظوا. ديما خصك تخلطو مزيان قبل ما تستعمل، ها هو شوفوا الليكيد اللي فيه السائل اللي فيه كيفاش داير، ما
ماشي بحال تيبرنيل والاخرين. هانتوما شوف شوف النقط، داير بحال شي مواد طبيعيه مطحونه، وفي واحد الرائحه مجهده ديال الاعشاب. شتيوه كي داير؟ دابا درنا اليوم في هادي، عطينا هالطير ديالنا، خدم بها اليوم وغدا جيت نبدلو. ما غاديش نحيد هادي ونخوي لها الماء ونرجع ندير فيها الدواء ونغسلها ونرجع فيها ندير فيها الدواء، لا، هادي نحيدها نديرها في الليخية ونعقمها، ونجيب وحدة أخرى لي معقمها مزيان ندير فيها الدواء ونديرو له. وغدا نفسي نحيد هاديك وندير الأخرى اللي عقمتها البارح، يعني كل نهار غادي ندير وحدة أخرى. والسبب ديال داكشي شنو هو؟ علاش نديرو حنا هادشي؟ تنديروه باش الميكروب اللي كان فيه البارح، حيت نورمالمون كل نهار تتنقص داك البكتيريا اللي عنده، ولكن إلا خليت له نفس المشربية راه هنايا تيكون عنده الميكروب، إنه كان تيشرب من هنا تيقيس هنا تيقيس هنا. ديما تنبدلو المجتم اللي عليه الشيء يوقف، حيت تيبدا يحك فيه المنقار ديالو، ديما تنبدلو المشربية باش نهار على نهار تينقص الميكروب تينقص الميكروب. ما يمكنناش حنايا نديرلو ديال هاد النهار نديرلو فيها الدواء وغدا نديرلو فيها الدواء وتيرجع تيقاس في نفس الميكروب وتتعاود نفس البكتيريا تتبقى فيه، تنقولو علاش ما تيتشافاش. حاجة أخرى تنديرها أنا باش ما تنضيعش الدواء بزاف، هو أنهم هما طالبين منا ناخدو 30 مليلتر ديال الماء ونديرو فيه 4 ولا 6 ديال النقطات على حسب الحالة ديال الطاهر. أنا تندير غير 15 مليلتر ديال الماء، يعني النص ديال اللي تيطلبوه مني، تندير فيه غير جوج نقاط ولا ثلاثة نقاط ديال الدواء، يعني حيت الطير ما تيشربش داك الماء كله، كل نهار كتلقاه أكثر من نص تتلوحو. باش تحافظ على الدواء أنا تندير هاد الطريقة، تندير النص ديال النقاط اللي تيقولوا لي مع النص ديال الماء. ما تابعنا في هذا الفيديو أدوية جديدة رجعوا تيحاولوا الشركات يبعدوا فيها المواد الكيماوية، المربيين ديال دابا تيحاولوا كاملين يبتعدوا على هذه المواد باش يقدروا يتغلبوا على الأمراض اللي تسجل الطيور، وفي نفس الوقت يحافظوا على الصحة ديال الطيور ديالهم. الأخر ديال هذا الفيديو نتمنى تكون وصلت المعلومة بشكل واضح للجميع، نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم. سلامة.